حماديه مدينه وعود والرياضات انيقه اصبحت في عهد هذا المجلس الذي يسيره من لا يفهم الدين. هذا المجلس الذي نحتضره نحن خاتمه محمديه افضل مجلس في تاريخ المدينه. هي الان مهمله وكتبها عتيقه لا تتجدد. كتب ديالها عمل الغمر. فنام مدينه تحتضن بل اقول تموت الموت البطيء في هذا السير. ضيوفنا الكرام، ايها الشباب، نحن امام زمن للاصلاح والتنميه وامام قياده محليه بطيئه مثقله بالحسابات الفارغه والاصلاح هو مصالحه الشباب مع الفعل السياسي. نرحب بالحضور الكريم في هذا اللقاء التواصلي الذي رفعنا له شعارا مصالحه. ايضا ككاتب محلي لشريده تجمعيه اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لساكنة مدينة المحمدية خصوصا وأعضاء الشبيبة وأعضاء الحزب اللذان جاهدوا من أجل إنجاح هذا الملتقى التواصلي. أيضا لا يمكن أن ننسى الأخ محمد عطواني المنسق الإقليمي لدعمه الكبير والغير محدود للشبيبة خصوصا وللحزب عموما بهذه المدينة. ضيوفنا الكرام، إن الشباب هو المحرك الأساسي. أقول إن الشباب هو المحرك الأساسي لكل بناء وكل تغيير وكل تنمية. فما شهدناه يموج بإصلاحات وتغييرات فبعد الدستور الجديد والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتقدمة والانفتاح الإقليمي والدولي. ولعل الزيارة الحالية لجلالة هذا الاقتصاد الطوراني تحسنا تلو الآخر، ونعمق حضورنا إفريقيا، بل أصبحنا ننافس دول الكبرى في إفريقيا. هذه إرادة العرش والتي بدأنا نرى ثمارها مؤخرا للأسف لا توازيها مجهودات محلية سياسية وصولة. ضيوفنا الكرام، فمدينة المحمدية والذي فتح أوراش الإصلاح على كافة المستويات ليتبوأ حزبنا المرتبة الأولى، أقول طبعا يا بال الشباب الله عليكم، ليتبوأ حزبنا المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية 2009 بفرق كبير.